السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. معكم خالد. اوكي عيد، رجعت لكم فيديو جديد. بهذا الفيديو ان شاء الله راح نكمل سلسلة صيد السام. طبعا هذا بداية المرحلة الثانية. اول تكملة المرحلة الثانية. طبعا لا حرام ثانية. لا يبغى نمشي. ان شاء الله تضبط. ان شاء الله ان شاء الله ضبطت الحمد لله. نكمل. كيفكم بعد الاجازه؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله طيبين. ايوه ضبطت الحمد لله. نكمل. طلق. في شيء هناك. صوت ايش في هنا؟ الطلق على اليسار، لازم اروح اخذه. يلا نروح. لا مشكلة، استخدمها في المفرغ. طيح. ضبطت الحمد لله. ضابطة معاي. لازم نحن نكمل هنا. شيت. نكمل. صام الشيت. ما عادوني. اي زين. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله. ضبطت. نكمل. لا طحنا مرة ثانية. نعيد من المشكلة. يلا نط. نروح هنا. زين قدم شيء. لا يا ليل، مو ضابط معي. نحاول مرة ثانية. اوه كنا قريبين، كنا سطحنا للأسف مرة ثانية. نط. ايوه اشوى ضبطت الحمد لله. ايه سيريس بومب هذي. ما ادري ايش فائدتها. في شي هنا. مدفع قاعد يطلق. في هنا واحد. هذا هو ذبحت. هذا اللي فوق اللي يطلق. هذا ابونا. ابو نار ذا. نكمل. بسم الله. الاغنية خربت علي. طبعا اذا الموسيقى صوت كذا زي ذا الصوت، يعني انه في وحوش. اجل في وحش. صح. درهم درهم خالد درهم. طلق سنايبر. اخذناه. يوز. ارجع البداية. في زومبي. لا مو زومبي. مع في وحوش. سكاف ولا مدري ايش. ذا على بالاخضر. ما علينا منه. نكمل. الحين بقتل اصبر. خلنا نقدم شوي. متحمس الاخ. سنايبر اقتل. ما مات. بطقتين يموت. كمل. هذا شكل حقي طايع. مدعم. هذا واحد ثاني هناك. ضبطت عليه. حاولت اقتله بدون حمس. سيسون. معلش اذا كان في شيء شاطح. خلينا نلقى شوية رسايل. سيريس بومب. بحاول اشوف كيف فعله. ما يقطع. ما مشكلة. نكمل. لا امتحان مرة ثانية. اخي اصعب مكان ذا. نمتح كل شوي. نمتح هذه. ايوه هذه. الله بسم الله. نحاول. واحد اثنين ثلاثة. نجحت. الحين هذه نجحت. نتندا كذي. في سلاح جديد. وش السلاح الجديد؟ صاروخ. Hey guys, let's play hot potato. سيس بومب.
شنطة، هذا الشنطة تعطيك 50 طلقة من كل شيء. جو صاروخ لانشر سكيلتون ذبحته بصاروخ احسن، عشان ثاني مرة تعرف كيف تمد يدك. هذا مكان اصعب مكان للحين. ثلاثة مصاري بدأوا اسبون حوش، نطلق نطلق عليهم من بعيد عشان نخففهم. فجر 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 لانشر صغير. لا بعد عصافير، لا بالقنابل. مزعج انت، مزعج. سكلتون هنا كثير، ما بعد جت الآلات. طبعا ان شاء الله خوف فيديو كيف تحملون اللعبة ان شاء الله. بس ما ادري والله متى برفع المقطع هذا، احتمال بعدين في شيء جديد، اعداء جديدين، نيو انمي. خلق على هذا الحين كل الفور احسن احسن تستاهل. جاك ذولك الاف مش سنايك. لا لا ايه هذا اخوه. لا ما جاء هذا قني شلاك. نكمل نطلع على هذا الهرم. قلت تحت ما في شيء. شوف الاعداء من وصار كثير مزعجة. هذا سلاح جاني، هذا سيكس بومب، هذا لانش، هذا شوتجن، هذا مسدس. لا يا شيخ هذا منشار. هذول الاعداء يعني اللي ما وريتكم اياها من قبل. ما علينا سكيلت ذا. هذه الاماكن اللي كنت فيها نطلع هنا ما علينا. احنا لازم ندور على مكان مد مع وين بروح. طبعا نسيت اخزن اسوي سيف، ويوم جيت بكمل المقطع عدت من اول للاسف. حتى لو تلاحظون الضع هناك كان يعني 100 200 تقريبا، هنا صار 79. طب جت مجموعة اكثر من اللي قبل شوي. عاد هنا ما ادري والله وش بسوي. في احد؟ ما في احد، حسبت انا في احد بسوي. خلينا نشوف يمكن هذا البيت في شيء. احنا طبعا السلسلة تصير سام بقسمها نصين. كل حلقة كل مرحلة مقطعين عشان ما تعلق. ناجح في المفروه عشان يولع بس. ما في شيء. غرفة منتهية. نطلع فوق. اخطاء فيها ذي اللعبة الحين اوريكم فوق، زي هوليوود الحروف حقت هوليوود مغيرين فيها، ضايفين عدة حروف من عندهم. طلعنا فوق اقصى شيء.
هنا اضغط على ما اتذكر تضغط حرف الاف ما ادري وش خليك تسوي. نخلي هذا الصحن ينزل تحت مع وين الشغل هذا طحنا مدعي عنا ايش سوى كذا بس يلا اصبر شوي. طبعا لو في شوية سوات في المقطع معليش ترى هذا من الفرابس مو من الفرابس المقطع نفسه جاني لاك من اللعبة. انا ما اتوقع ان كرت الشاشة عنده ضعيف بس كيف انه ضعيف ومشغل اللعبة. اف اف ما يضغط ما يلف طيب بعيد يا عم اشتغل. طبعا ودي عفو انا قصدي ودي اعرف ايش سويت بالاجازة رحت وين جيتوا. طبعا هذا اجازة الاسبوع راحت على الفاضي كل محاولات لتحميل لعبة توم برايدر 2013 احدث لعبة توم برايدر واخيرا حملتها بس جربتها تجربة طلعت اللعبة فيها تعليق كثير يعني امشي خطوة يعلق وحسب ما قال ما قال الكومنتاتر ابو دي اس واي ان عندك كرت الشاشه ضعيف ما يتحمل واحيانا بخاف عليك بعدين. خلنا نروح لذاك المكان نشوف وش فيه. انا متوقع ان احتمال القى شيء يساعدني بحل الصحن ذا. ركض اتمنى معي سيرس سبيد بس ما فيه للاسف. في شيء وش ذا جو وحوش جميعنا ضمك باقي فوق بطلق عليه اللانشا راح كل شيء هنا صافح مصابة انت وينك مني نجات ثاني مع السلامة هدوء سكينة. خلنا نحط خلاص خلاطة خلنا نحط صواريخ احسن. I smell some serious firepower around here. شمت راحة مغامرة هذا مشكلتك ما في شيء لا تخافه. درع 50 هذيك اللي يطلع لك وحش فجأة بالمرحلة الأولى بس صغير كمل عرفت ذا المكان لا كهيلة 5 4 3 2 1 اذبحهم يلا يا بطل ادخل 15 واحد جو من فوق بلا لو يحشون تتميز اكلت نفسهم تعديتهم لا مقبلة مجهز له هذا معاه لا هذا مزعج تهديد بمشار راح جاني لاك من باع المدفع لفوق بس قدامك واحد افكا خلاص قتلت كمل الحين الحين هذا بيقلب ليل انا اتذكر
هذا النمر الذهبي نحطه عند ذاك القوس هنا نحطه في وحش اوه في قناة طبعا هنا كنا وصلنا نهاية مقطعنا لهذا اليوم لا تنسون اللايك والسبسكرايب المفضلة كان معكم خالد اوكي ايج مع السلامة